الو السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقه جديده من تابس. طبعا هاي الحلقه حتكون كالعاده عقب تحدياتكم من الحلقه الماضيه، وحنلعبهم هون وحنشوف شو حيصير. ف خلينا نبلش، واتوقع انه حغير الماب هاي المره كمان، وحنروح على ماب ميديفل 2 على هالماب، لانه في قلعه هون بس نحط عليها شغلات وخبي شغلات. فاول تحدي هو هذا، تحدي بسيط وصغير، لازم اقتل هدول اثنين زوس مع الدبابه بدون ما اسبق السعر. فخلينا نشوف شو ممكن يطلع معانا. واتوقع انه هذا طلع معاي، حطيت 2 ريبر هنا و2 تبعت الفزاعه مع هالزلمه. خلينا ادمش لقدام، وكالعاده قنابل قدام. فخلينا نشوف اذا حسن. ليش القنابل ما تحركوا؟ استنى شوي، قنابل تحركوا، هلا تحركوا، كل شيء كانوا واقفين. فأهم شيء انه الدبابه تموت، وبصراحه هالي اكل همه انا، لانه زوس ما لهم كثير قوايا وما بيسوي هداك الدامج. الريبر بيحسن يهتم فيه، في واحد منهم ميت اوريدي، بس الدبابه لسيتها رايحه. كمان كمان زوس هذا عصيان بالشجره، مات، ما بعرف اذا مات، بس بدي الدبابه تموت. تولي الدبابه، اوكي الدبابه عصت، ما حتحسن تسوي شيء الدبابه هلا. فلو هذا قتل زوس، ياب كمان بتحسن. كم دبابة؟ كم الاتش بي تبعها؟ بس الفها؟ بس الفها. عشيت قتلت صاحبي. اوكي اجين. حطيت مونيتور بدال تبعوت الفزاعة لاني حسيت ما كان في منهم هذيك الفائدة. الريبر لسيتني واثق منه. القنابل كمان كتير مناح، بس خلينا اشوف المونيتور لو حيحسن يشتغل. كمان حطيت شوية سنيك ارشر ورا بدال هداك الثاني. المونيتور عم يندعس، المونيتور مات. ما حيشتغل، بس لسه في 2 ريبر. اوكي واثق من هالجديد لانه حطيت ثور هلا، والمفروض انه ثور يحسن يهتم بموضوع الدبابه لانه المفروض يكون عنده اتش بي محترم. هذا هون قاعد مهتم بزوس. ثور شكله اندعس، يب. اوكي هاي شكلها فوز، هاي شكلها رسميا فوز. في زوس ورا عم يتبهدل، الفالكري هلا حتى لي ماتوا، ثور لساته عايش. شت ريبر تحسنوا، ياس قتلها، كفو عليك. طبعا نفس الشيء، بس اللهم انه عدتها لاني كنت واثق من هاي التشكيله، لاني حاط ثور ورا، فالكري قدام بدل القنابل، لان القنابل كانوا عادي عم يروحوا بكل مكان ما عم ياثروا على الدبابه. فها هي التشكيله و 9960. اوكي هلا احط تعليق ضد تعليق، او تحدي ضد تحدي. فكان المفروض انه اجرب هذا، والمفروض اني اجرب هذا. فهذول الاثنين معاهم مشجعين، وهذا كويك درو اللي بيسوي دوج. ما اتوقع حيحسن يسوي دوج لكل هالشغلات، بس اتمنى انه يحسن يقوص بالسرعه اللي حتخيله حيقوص فيها. فليتس جو. عشيت لازم يمشي. الارشر توفوا. مع السلامه، لازم اقدمه. اوكي فوق، كم واحد منهم قتل؟ واحد لسه عايش، قتل تنتين بس. واضطر يمشي شوي لقدام، كمان حاج تمشي لقدام. أربعة قتل، أربعة كمان بيحسن. حط له مشجعين أكتر، حطله 10 أنا بس، هدول معهم 35 مشجع، حط له مشجعين أكتر. أوكي شت ما عنده اتش بي بنوب. أوكي رح أزيد واحد تاني بس لأنه ما أتوقع عم يكفوا. ف قتلوا 3 بس، قاعد دايمت. أوكي روحوا، ياس قتلوهم. في واحد منهم عاش؟ نوب ولا واحد، بس في واحد ورا هون حطيته. نايس. فما قربنا اصلا من الفلوس او من اليونت تبعونه، فاتوقع انه هذا فوز لهذا الكومنت. هحط الكومنت تبعك وخلينا نشوف غيره. اوكي هذا تحدي للكمبيوتر. ف التحدي هو كالتالي، كان 100 بوكسر، والمفروض ما اطلع فوق الفلوس ولا اطلع فوق عدد اليونت. ف 100 بوكسر ما في الي اي حل تاني انه يقتلهم غير 100 بوكسر تاني. ف 100 بوكسر ضد 100 بوكسر. خلينا نشوف الفايت هالاسطوري. اوكي خلينا نشوف المعركة احسن. هدول محاصرين هالزلمة بالزاوية، خيب الغش. قتلوه 3 على 1، 4 على 1، هذا جاي بعد ما مات الزلمة، خيبة. في واحد هون عم يطير من البوكسات. هدول جايين من الصف اللي ورا، خيبة. لافين لورا. هدول ماسكين واحد تحت. ديم.
الاحمر لحد الان ما شفتهم مسوين جانج على واحد بس. بس الازرق ازرق عليهم حركات. كان هون فايتين الفايت 2 ضد 4، واحد منهم توفى صار 1 ضد 4، الثاني توفى مع السلامه ودعوا. والازرق حيفوز. ديم هذول 100 ضد 100 اتوقع، لانه هذول اقرب او شيء هيك. ويل الكمبيوتر تحمل ما انفجر، فهذا فوز. اوكي هون عندنا هذا التحدي اللي هو عباره عن 20 شوغن، 5 ملكه قراصنه و 4 دبابات، دبابتين على اليمين وعلى اليسار، 20 ملك، وهاي الدبابه اللي فالين امها. دوني بطالع لقدام حتى. فمفروض افوز على هالشي، مفروض انه ما استخدم نفس الشخصيات، ومفروض ما استخدم براميلي كمان. البراميل اللي بحطهم على طول قدام مفروض ما استخدمها. وبما انه في دبابات اتوقع انهم ما هم فكره منيحه كثير، بس ما تعلمنا قبل شوي. اوكي حجرب هيك، حطيت شويه جاينتس قدام، لانه واحد اربعه ساموراي ومع واحد سوبر بوكسر صغير تحت لانه مسكين. بس في امل انهم يفوزوا صراحه، في شويه امل، بس في امل كبير ما اتوقع، لانه السوبر بوكسر ما قتل ولا دبابه لهلا، فمش هيك ما في امل. دول حدا يرحم اهلك. خيبه قتلوه. اوكي مع السلامه. انا حاط بس 6 جنود، لازم احط اكثر. اوكي اتوقع اني كنت واثق بالشغلات الغلط، لانه معاه شوغن، والشوغن بيصد الاسهم والرصاص بشكل عام، فما حسن استعمل لا سنسا ولا حسن استعمل كويك درو للاسف. بلاك بيرد ارجع مكانه. واتوقع انه حنفوز بسبب جثه الدبابه. بس هذا ليش طار؟ غاندالف قرر يطير. لسيت عايش. كيف طرت؟ ما بعرف كيف طار، بس قرر يطير غاندالف بالسماء. هاي في منهم هذول عم يطيروا، بس هذول حركتهم انهم يطيروا. اوكي هذول، هذا عم يلف. غاندالف خلوه يلف بالعرض. بلاك بيرد لساته عايش، كفو عليه. هذا عم ينزل من السماء هلا، واتوقع انه حنفوز. يب ما قطعت عدد الفلوس، بس قطعت تبع اليونتس، قطعتها بشكل كبير، بس الفلوس ما قطعتها. فنص فوز، فوز كامل، ما في نص فوز. اوكي كان بدي اجربها كمان ضد جوكو، فانا مسحتها بالغلط، فرجعت حطيتها مره ثانيه، وهذا هو جوكو. خلينا نشوف لو نيفر مايند، ما حيصير يقتلهم او ما حيصير يقتلوه. ودعوا. وهذا هو ضد جوكو. اوكي التحدي اللي بعده هو هذا، هالخبيص اللي قدامك. 5 بوكسر، دبابات، وشوغن، سحرة، ثور، ريبر، ايس جاينت، تري جاينت، ديد اي، وشوغن، سينسك، كل شيء. هذول هنا كل شيء، مو كل شيء. وكويك درو، ما انسى كويك درو. ف مفروض اهزم هذا، وهاي المرة ما في ما في ورقة رابحة، وكرت الغش اللي إلي هو إني أحسن أستخدم الديبوغ اللي قتلنا فيه جوكو. فالديبوغ للي ما بعرفه هو هذا، بس أنا أستعمل هاشي اللي بس أبدأ، بدنا نقول هاوت كاكتس هون، بس أبدأ بيطلعوا لي شغلات وبحسن أستعملهم، واللي هن إنفرت جرافيتي وهالقصص كلهم. ما استعملنا كتير منهم، بس استعملنا شوت على الأغلب. كيف هذول لسه ما ماتوا؟ كلها حطيت سبع صبارات. اوكي اتوقع انه ممكن افوز عليه، ماني متاكد بس اتوقع انه ممكن افوز عليه. حطيت شويه بوكسر معاي، سوبر بوكسرز معاي، اتوقع انهم 5 أو 6، و حطيت معي كتير شغلات. ما احسن احد اللي حطيتهم، حتى حطيت لفوق، حطيت دبابه فوق هون، ادي عم رقص فوق، بعرف انهم ادي عم رقص. شو هاي؟ شو عم يصير هون؟ خيبه. فهدول هن البشر اللي معاي ضد البشر اللي معاه. واتوقع انه هذا من نوع الماتشات اللي رسميا لازم اقرا الفاتحه على التحدي تبعي، ولهذا اللي قال لي اسويه. و ابدو بس استعمل كمان اللي معي، بس ما اتوقع اني حشوف شيء اصلا حتى لي استعمله.
دبابة راحت من على اليسار ودعت، وحنستنى حتى نشوف شو حيصير. اوكي هلا اتوقع انه نحن فايزين لان السوبر بوكسر تبعونا كلهم كانوا هنا واغلبهم ميتين، او اتوقع انه كلهم ميتين، ف ما تم غير ناس تحت الجثث. في عندي شويه سوبر بوكسر عايشين هنا او قاعدين هنا، اتوقع اني قتلته هلا. اسف طلع وراك طلع وراك شت، ولا واحد منهم صابه. نايس ف قاعد دامت. ممكن لحد الان الكمبيوتر ما بيحسن يتحمل، ترى الكمبيوتر عباره عن بطاطا للي ما بعرف. مو بطاطا، بطاطا لهيك العاب. هي بها الزلمه من رش حتى هو ميت، خيبه. هذول حطيتهم هون. هذول لو شوف ما حيوصلوا لهم. ما بينهم نسيت هذا عايش ولا ميت. عايش، فأتوقع انه اخذ المكان الاستراتيجي هو، بس يلا ما حوص عليهم حخليهم. ما تم غيرهم، هن اخر ناس. استنى شوي، هن اخر ناس رسميا هم يحاولوا يجوا لعندهم، بس هن قاعدين جوات الغرفة. مين في هون؟ في ثور. ثور اتوقع ما حيحسن يسوي شيء. هذا متخبي، هذا متخبي. ثور متخبي تحت الشجرة، ثور ما هو شايفه. اوكي شغلة حلوة مشان نخلص من الشغلات كلهم. طلعوا فوق. اوكي لازم اكبس الزر. طلعوا فوق. الجثث كلها طلعت، كلها طلعت فوق. خيبة. هذول جنود، هذول جنود العايشين، هذول عبارة عن ثور بس. في عندي لسه سوبر بوكسر عايش. اثنين. او تلستك عايش؟ ها عطول عايش، ما بعرف كيف، بس ها عطول عايش. وفزنا. كنت عم بحاول اشيل هذا اللي عند البرج مشان اقل شيء احسن اسوي اللي بدي اسويه، بس قتلناهم. مين قتلهم؟ غاندولف وصل عندهم، كفو عليه. هدول حلقوا. اوكي الحلقة الماضية من 1v1s قتلنا بالبايرتس، هلا ما بعرف مين بيقاتل بهدول، بس حنقاتل فيهم 1v1. انا بينتر، لازم كان اطفي هذا صح؟ حد هناك دهنته. فالبينتر سهل، و تنجرب ها، اتوقع انه ها حيكون كتير حلو. فاك قتلني. قتلني. شت ما عندي اتش بي، اتوقع ما عنده اتش بي كمان. شت غشاش من الارض طلع. حيطلع من الارض مره ثانيه، بعرف حركاتك. شوف هاي، هاي من الارض ريد فيكتوري. فاك يا سوي لك حركاتك. بالون، مين حيطير اول؟ فاك مع السلامه. شت صابري فيه. صح هدول بوالين. هدول بوالين عباره عن اسمنت. يا ستلته، هدول بوالين ما بيطيروني. بالعكس. ها ما هتحسن تصيبني هيك. خليك فوق، خليك فوق. هيد شوت، لا هاي ظهر شوت. ما هتصيبني لو تحلم. فوق صابني، نيفر مايند قتلته. ها سلاح. فوك. ياس. المصيبة انا بدي افوت بالشخصية بسرعة ولحق ايام، فاحسن حل هو هيك. ياس قتلته. اوكي اللي بعده هالبرد، اتوقع ها حيكون ممتع. عشت سويت مس. فوق سويت مس مرة ثانية، هاي ما كانت مس. ياس ياس براسك. ليش سويتها لورا؟ فوق. سمعت صوت، سمعت صوت طقت راسك لهون. شت ياس، هاي حركة كانت فنانة. تلته
اوكي حصان هلعب بحصان ولا مره لعبت بحصان اوكي حصاني مي انا فزت حصاني درفه دغري اول ما مسكته او هذول بدرفته هنا هيك او هو قتلني شد ما تم عندي عصايه عندي عصايه وانا قتلته موضوعهم غريب هذول احسن اوه دافنجي تانك ماني عارفان كيف الف كيف بتلف شوف عم يطلع لي المسطره بشي بسيط بس معقول لازم اكبس لا اوه لازم اقيم على الزلمه هن معاهم امبوت والهاي حتكون مستحيله هلا حتى لي احسن تقيم هلا حتى لي احسن اقوص على الزلمه اتوقع اني حموت قبل ما يموت هو يب هذا انا اوكي هاي ما عاد تنفع ابدا لانه شوف ما عم بحسن وين بدي احط المسطر اول ما احط المسطر بكون هو اصلا مسبحني تسبيح وانا لازق فيه كم الاتش بي تبعه الاتش بي تبعه واطي كتير فهذا الشيء قتلني فهذا حنسحب عليه لانه مو منيح اوكي خلصنا على هدول كان في كم واحد منهم حلو اللي هو الهالبرت هذا المسكت كمان كان كتير حلو اوف انت وحظك كويك شوت كويك سكوب كويك شوت مين والهالبرت كمان كان حلو كتير وعلى العموم طبعا فتحت انستغرام للقناة على اساس انه يصير التواصل بيننا خيب انزل لي اتش بي كامل استنى شوي شو هذا لاني انا صغير شت المهم فتحت انستغرام القناة على اساس انه يكون تواصلنا كتير منيح هاي راسه صغير كتير ف لو عندك تحديات تحسن تبعت لي اياهم كمان هناك وهذا كان كل شيء مع السلامة دع الشت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومن عراسي مع السلامة مع السلامة خيب قطع لي راسي الصغير